الأساسية الثانية هي القناعة. ماشي أنت مزوج اليوم وغدا كتقلب على الحرام، أنا باغي أن تقنع بزوجك. راه نزوجوك نساء الدنيا كلهم، راه إلا ما عندك القناعة راه ما تقولش بركة. زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بدأ بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، وتقول فتنة أمتي النساء والمال. من الزوج خص يقنع بالزوجة ديالو، ما يبقاش عينيه تطلع لشي حاجة أخرى، راه ما بقيتش أعزب. كذلك الزوجة ينبغي أن تقنع بزوجها، هذا هو رزقك، هذا الشيء اللي قسم لك الله. راه الزوجة راه رزق، راه ماشي شطارة ولا حداقة ولا قمر، راه الزوجة راه الدور تاتعيا، راه داك الشيء اللي قسم لك الله هو اللي غتدي. شحال من واحد ساكن في أكادير وكتب لي الله يتزوج في الناظور، ما عمرو شاف كاع الناظور كي دايرة. شحال من واحد ساكن في المسيرة وتزوج حدا الدار، شحال من أرزاق. ما من يعني واحد منا إلا وقد سبق في علم الله من سيتزوج وبما سيتزوج. أنا خصنا نقنعو بداك الشيء اللي قسمني الله. وعلاش؟ راه كاين اللي ما أحسن منك، ما عندوش بحال ديك المرة اللي عندك في الصبر ديالها وفي الأخلاق ديالها وفي التعامل ديالها. من عباد الله من هو أفضل منك؟ وما تزوج بمثل هذه المرأة. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. إذا فيها هذه خيبة وهذه خيبة وهذه خيبة، راه فيها أمور أخرين مزيانين. من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا كانت المرأة مثلا فيها كثرة الهضرة، راه فيها إيجابيات أخرين. الإنسان ماشي تشوف أنت غير واحد الجزئية، تلقى الإنسان عنده مشاكل مع المرأة في شي مسألة، بس يخليها هذاك الشيء، بس تكون متغابي شوية، عاود تغمض عينيك. ماشي تدي أنت مع المرأة رقيب عتيد، جايب كيلو البصلة وكتحسب البصلة واحد هذه نهار اثنين هذه نهار ثلاثة هذه نهار الأربعاء نهار الأربعاء فين البصلة؟ آه بزاف هذا الشيء. جايب الزيت ومعلمها بالفطر فين وصلت لقلعة الزيت، كاودي لاباس ميك شويه عود دوز. راه المراه راه ماشي جماد، راه بشر، عود دوز شويه اطلق. بعض الامور الانسان يغمض عينيه فيها، ما لم تنتهك محارم الله. كاين شي امور يتجاوز عليها، ماشي لا المراه ندخل انا خصني نلقى الغداء، ما حطيت الغداء نقلب منويه سبع انا كذا زعما يتحبوش ديال الرجوله. يو بنتك انت واختك وامك وخالتك بغيتي تتعامل مع ما التعامل، ما ينبغي الانسان تكون فيه شويه الرحمه. راه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في البيت يكون في شأن أهله، كان يقوم البيت ويقطع اللحم ويخيط الثوب، كنت يتعاون النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، كنت يتعاون مع الأهل ديالو. هادشي راه ماشي عيب. إذا لا بد من القناعة، القناعة المادية والقناعة المعنوية. القناعة المادية عاود تكون في اللوت تقول لك البنت شوف أنا ما تهمونيش فلوس، أنا وياك نفرشوا الأرض ونتغطاو بالسماء وأنا نسكن معك في البيت. آه كتعقد حماد كري لي في السلام تشير خيبة في الاول، كلشي الهضرات يشدوك تيبداو يكزرو فيك، تجي عندهم في الاول حنا سيدي ما نكلفو عليك والو، ما نشرطو عليك والو، كيجبدو ديك والو الاشباع صدد الحركات. تتقول انت ولقيت النساب غير كتدخل للمعمعه تيقول لك يا مسكين راه حنا ما مولفينش هادشي، هي جيب ليها جيب شوف كي دير، تسلف تسلفوا راه خيركم خيركم لاهلي، جيبوا لك حتى النصوص. لا الانسان يقنع المراه داكشي اللي عند زوجك قنعي به. جاب راه مع هذا اللحم الله يجازيه بخير، جاب نص كيلو ما جابوه له الله يجازيه بخير، غير هو يدير جهدو، ماشي عاود الراجل اللي كتلقاه هو خارج معشي في حميده دونالدو معشي في الزرده وسيدي بيبي واورير وجاي للدار جايب لهم ربعه الشعريه ولا يحالهم كل الله يعطيكم الحبس. لا كل مع ولادكم الاولين، تعشى مع ولادكم الاولين وكرموا ولادكم الاولين. شحال واحد في هذه القاعده كيجلس مع اصحابه في القهوه يخلص على هذا وشرب هذا يشرب هذا كيجي بدا بالزرقات كيجي الدار كتقول لي المراه الزيت والله الا كيسمع شي كلام نحشم نقول لكم. هذا راه واقع. قول لي المراه الدري خصو ليكوش ولا ما تسطعينيش، الدري خصو الحليب اعطيه الماء، وانا خرج هو على برا كيجبدها بالزرقات هاكا خو هاكا خو كيبيبان قدام الناس الرياء. راه بدا بمرتك هي الاولى، راه الا ما كنتي مزيان مع مرتك راه ما تكونش مزيان مع حد. لا بدا من القناعه، يقنع الانسان بداك الشيء اللي قسم ليه الله سبحانه وتعالى. راه السعاده ماشي في المال، راه كاين اللي عايش مع مرتو في بيت وحده
معيشين حياة من أحسن ما يكون، صلاة الصبح والفطور في الوقت والقرآن والذكر صلة الرحيم الفسحة النزهة، كيدخل الراجل كيقد حويجته في هذيك البيت، وكاين اللي عايش في القصر وعايش في الفيلا، ولكن ما كاين السعادة، ما كاين السعادة، ما كاينش الحزن، ما كاينش القناعة، الناس ما تيقنعوش. إذا الأصل الثاني هو القناعة، والنبي صلى الله عليه وسلم تيقول ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. راه أغنى رجل في العالم ماشي هو بيل غيتس، راه غلط. أغنى رجل في العالم هو أقنعهم بما قسم الله له. ليس الغنى عن كثرة الأعراض، لا، ولكن الغنى غنى النفس. كاين عنده 10 دراهم وناشط والله ما عنده سق، كاين عسك يشخر، كاين اللي عنده 100 مليون. غدا غيدخل الكونتينير البوليس الديوانة، اش غادي ندير؟ نعاس معذب، نعاس معذب فيه، نعاسو كتبان ليه الديوانة بحال بوجلود هازين عليه العصا، ياك يكشطوني غدا. واحد عنده 10 دراهم داخل مسكين كيسمع خر، كيتلقى داك الشيء كتسمعو من الزنقة، بخير والله ما عنده سوق، ما عنده سوق، مسلم أموره لله، مرتاح. تيخرج كيبيع شي سرديلات ولا شي خضيرات، كيرجع ماشي هو ومرتو ناعسين، وليدات كيدور حداه كجمج سنتا جلس انت وناعسين، اخر كتلقاه ولادو ما كيشوفهم، راه في القصر ولدو، راه في الحفاري، شي طوموبيل غادي ما عرف واش يروح ولا ما يروح، واش يرجع ولا يدقو شي واحد في الطريق، مشاكل. البنت راه مسافره افران ولا مكناس ولا غادي للفيستيفال ديال عيساوا ولا لقناوا ولا جاك شي كيمشي في هذا الصيف، البنت ضايعه والدري ضايع والاب حتى هو ضايع والمراه ضايعه، واش غنديروا حنا بهذا المال كاع؟ هذا المال راه ميلنا عوجنا على الطريق، لهنا يجيبوا. تلقى واحد فقير عنده جوج بيوت ولادو ناعسين مع الثمانيه، ناعسين ومرتاحين، الحمد لله وشكرينه.